السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكل مشاهديني في كل مكان، ولقاء جديد وشرح جديد من شروحات كورس فار فايتنج يقدمه لكم مهندس طه أبو النور من قناة مواهب وإبداع. إن شاء الله النهاردة هنتعلم مع بعض في الدرس ده إزاي هنعمل الحسابات الهيدروليكية أو الهيدروليك كالكوليشن لنظام مائي الووتر فاير فايتنج سيستم باستخدام برنامج الإليت فاير. تابعوني. هنفتح البرنامج كده طبعا، وهنعمل نيو بروجكت او مشروع جديد. تمام، بيتطلب مني شوية معلومات عن المشروع ككل. يعني اول حاجة بتقابلني بيقول لي البروجكت داتا، معلومات عن المشروع كله. المشروع كله مثلا اللي هو مصنع هسميه مثلا مصنع السلام، لو مثلا فندق اسميه مثلا ايه هوتيل، لو مثلا مشروع مقاولة مثلا اسميه مشروع اسمي باسم المشروع نفسه، وليكن مثلا سلام سيتي. ديزايند باي يعني اسم المهندس المنفذ اللي مصمم المشروع، طبعا ممكن تكتب اسمك انت. تمام، التاريخ طبعا مكتوب، الكود ريفرنسز اللي احنا شغالين منها طبعا احنا شغالين من ان اف بي اي، ممكن نكتب 13 14 وهكذا، وممكن نسيبها فاضية عموما كده تبقى ايه لكل شاملة كل الاكواد ال ان اف بي اي. طبعا بيقول لي هنا الابروفنج ايجنسي يعني اللي بيعتمد شغلك ده مين، احنا طبعا السيفل ديفنس اللي هو الدفاع المدني او ما بنكتبوش في حاجه، مش مهمه يعني المعلومات دي، مش مهمه المعلومات دي كلها. فبقول هنا الكلاينت داتا يعني بيانات العميل، مين العميل بتاعك، مثلا نكتب مثلا هدى مثلا كونتراكتور. تمام، الادريس طبعا الحاجات دي كلها بيانات، لو عايز تدخلها تكتب ادريس عنوان، تكتب مثلا ارقام التليفون، ولو عايز تكتب كومنت ليك انت تسيبه على المشروع يشوفه العميل هيشوفه. طبعا في هنا الكامباني داتا، يعني احنا الكامباني داتا يعني الشركة اللي انت هتشغل فيها، مثلا شغال في شركة النور مثلا. تمام، عايز تكتب حاجات خاصة بيك انت او تليفونك او تليفونات الشركة، طبعا هتكتب كل المعلومات دي. البيلدينج داتا طبعا الحاجة الخاصة بالمشروع اللي انت شغال بيه كمبنى، يعني مثلا هو ايه، هو مثلا هوتيل هنا. تمام، عايز تكتب ايه تاني، يعني عايز تكتب اي حاجة خاصة بالمشروع هتكتبها خاصة بالمبنى نفسه كمبنى. تمام، السيستم داتا دي طبعا احنا دخلنا في الجد كده في البرنامج، يعني يعتبر ده اهم نافذة في النوافذ اللي قدامنا دلوقتي من اللي جنرال بروجكت داتا. طبعا دي الحاجات دي بعملها بستفاد بيها وبتريحني في الشغل جوه. اول حاجة بقول لي في البروجكت داتا في السيستم داتا انراك سبرينكلر الاو بالجي بي ام، عندك كام حاجة او كام عدد الانراك سبرينكلر. هو ايه الانراك سبرينكلر؟ الانراك سبرينكلر ده اللي هو لو عندي مثلا نظام محلات كبيرة وفيها نظام اللي هو الارفف، فطبعا الرشاشات اللي في السقف مش هتغطي كل المساحة او تجيب تغطي البضاعة اللي جوه الارفف، فبنعمل لها حاجة اسمها انراك سبرينكلر بيركب على الارفف من الداخل، طبعا ايه زيادة على السبرينكلر سيستم اللي في السقف طبعا. فانا عندي في النظام ده ما عنديش، يعني ما عنديش السبرينكلر اللي هو الانراك سبرينكلر. تمام، بيقول لي انسايد هوز ستريم اللاو بالجي بي ام، يعني انت عندك الكباين او الصناديق اللي عندك جوه المبنى بتستخدمها كام؟ انا على حسب ما انا هعمل هيدروليك كالكوليشن، لو انا هعمل هيدروليك كالكوليشن على اخر صندوق واحد او كابينه واحده فانا هكتبها 100 جي بي ام، لو انا هستخدم اخر صندوقين فهحط قيمه ال 100 جي بي ام اللي هي كام؟ اللي هي 50. ازاي 50؟ ما انا هشتغل على اخر صندوقين، ف2 في 50 ب 100، انا هنا هشتغل على اخر صندوق واحد اللي هو الكلاس دبل اي اللي هو 100 جي بي ام. تمام، بيقول لي الاوتسايد هوز ستريم، يعني ايه هو الكابينة دي؟ الكابينة اللي تبقى على المداخل اللي هي 1 2.5 بوصة، دي طبعا اللي هو الكلاس اي، دي بتكون 250 جالون بير مينت. تمام، بيقول لي الديفولت بايب ماتيريال، طبعا الديفولت بايب ماتيريال انا بدخلها له او بعرفها للبرنامج، وهو اكيد عنده ستاندرد ليها اللي هي السيمليس بلاك ستيل سكيدجول 40. طب انا هكتب ده كله؟ لا، هو طبعا مديني اختيارات. تمام، هو بيقول لي انت عندك
طيب كبر ولا سكيدجول 10 ولا سكيدجول، انا هكتب سكيدجول 40، فهو عمل هنا الديفولت على طول رقم 4. طب رقم 4 دي اللي هي ايه؟ اللي هو ترتيبها في الداتا اللي عندي هنا في الماتيريالز. تمام، فبقول لي الديفولت كي فاكتور للمبنى اللي عندك او للنظام اللي عندك. طبعا الكي فاكتور ده بيختلف وبيتغير على اسس كتيره، اولها طبعا نوع الرشاش والارتفاع، يعني ممكن مثلا الفلو والبريشر بتاع كل الرشاش نفسه، يعني الكومان عندي 5 و65 من 100، لكن مثلا ساعات بيكون 14 و16 و22 على حسب الرشاش وعلى حسب ارتفاعه وعلى حسب التمبريتشر ريتنج بتاعت الرشاش نفسها. تمام، فكل ده بيختلف في الكي فاكتور. فانا عندي هنا الكومن اللي هو ايه، 5 و65 من 100. تمام، السبرينكلر موديل، يعني موديل السبرينكلر طبعا الحاجه بتختلف او بتختلف من عميل لعميل او من شركه لشركه، وكذلك السبرينكلر ميك. فانا عندي التمبريتشر ريتنج، دي حاجات بتختلف ثابته في التصميم. انا عندي التمبريتشر ريتنج من كومن 135 فهرنهايت لحد 175. طبعا البرنامج هنا قال لي سيف، لان لازم احفظ الكلام اللي انا عملته ده. تمام، فانا هكتبه مثلا، اكتبه مثلا ايه، سلام، واحفظه مثلا على الديسك توب واقول له اوكي. تمام، هبتدي اشغل برنامج المشروع التاني اهو من هنا. تمام، انا فتحت البرنامج من جديد، هو مش بيعلق كتير عشان بس معرفش لسه البارامترز اللي هيشتغل عليها في التصميم. طبعا انا فتحت الداتا، طبعا الحاجات اللي احنا دخلناها ايه، احنا وصلنا لحد فين، وصلنا لحد التمبريتشر ريتنج، دي بتكون طبعا 155 اللي هي الرينج بتاعها. تمام، طبعا التمبريتشر ريتنج بتختلف من مكان لمكان، يعني انا عندي مثلا بعمل مكافحة حريق مثلا لمكان عادي، مثلا اوض او مكتب، يعني رشاش في المكتب غير الرشاش في مكان تاني اعلى درجة حرارة، زي مثلا رشاش في المطبخ. فدي بتفرق في هي التمبريتشر ريتنج، والتمبريتشر ريتنج هي درجة الحرارة اللي الرشاش عندها بيضرب، ودي بنختارها على حسب درجة الخطورة لكل مكان، يعني كمان على حسب الكود كالر بتاع الرشاش اللي عندي. تمام، وطبعا الكود كالر ده يعني احنا شفناه طبعا في الشرح في المحاضرات اللي فاتت. احنا قلنا مثلا لو اللون البلب الزجاجي بتاع الرشاش بتكون مثلا احمر، فده مثلا بيكون مثلا عند درجة 155 فهرنهايت، ولو كان مثلا اصفر بتكون مثلا عند 175، وكل ده بيختلف على حسب درجة الحرارة اللي عندي. طبعا عندي السبرينكلر سايز ده بيكون نص بوصة، بيكون نص بوصة او 3/4 بوصة. فانا هنا الكومن هنا ان انا هعمله ايه، نص بوصة. تمام، في عندي هنا الليبر ريت والحاجات دي بتكون خاصة في التكاليف، لما انا احسب تكاليف معينة للبرنامج ككل، للمشروع ككل. طبعا انا مش هدخلها عشان هي بتختلف من وقت لوقت. طبعا عندي البرايمري تايب اوف ديسشارج، بيقول لي انت النظام الاساسي عندك هنا في المشروع اللي انت هتعمله ده صناديق ولا النظام الاساسي رشاشات. انا هقول له رشاشات، هو طبعا عاملها ديفولت رشاشات، انا ممكن اقول له هوزز، بس انا طبعا النظام اللي عندي هو الاساسي رشاشات. تمام، بيقول لي الهازارد ديسكريبشن، وسايب لي هنا اختيارات يعني ايه الخطوره، درجه الخطوره اللي عندك. انا طبعا شغال اوردينري 1. تمام، بيقول لي المينيمم ديزاير دينستي، كثافه الخطورة بتاعتك. طبعا احنا عارفين ان هي 15 من 100، طب على اي اساس؟ طبعا هنختارها من هنا برضو على حسب كل درجة خطورة في الدنستي بتاعتها. انا عندي هنا 15 من 100. تمام، عندي السبرينكلر سيستم تايب، يعني طب هو ايه التايبس اللي عندي؟ احنا قلنا طبعا عندنا في النظام السيستم السبرينكلر سيستم عندنا اما ويت او دراي، فانا شغال هنا طبعا مائي، النظام الغامض المائي اللي هو الايه، الويت سيستم. تمام، بيقول لي الاريا اوف سبرينكلر اوبريشن، يعني السبرينكلر اوبريشن السبرينكلر نفسه، المساحه اللي عليها التغطيه للرشاش نفسه دي بتكون 120 ايه، 120 فيت فيت سكوير، ودي طبعا الماكسيمم بالسبرينكلر، الماكسيمم اريا بالسبرينكلر يعني من 120 ل 130، ودي طبعا ارقام ثابته مهمه جدا لازم الواحد يدخلها في السيستم داتا. تمام، بيقول لي الهيدرانت تيست ديت، السورس اوف انفورميشن، الهيدرانت اي دي، الهيدرانت اليفيشن، الحاجات دي كلها لو عندي نظام هيدرانت، وطبعا ايه ادخل الداتا بتاعته. انا طبعا ما عنديش، لو عندي اساسا ممكن اعمل اكستيريور هوز فلو، وتكون على حسب نوعها، لو هي مثلا حرف التي فيها 2 هوز
دي بتكون 500 جي بي ام، لو عندي واحد بيكون 250 جي بي ام، لو ما عنديش خالص انا بعمل لها ايه اوف، ما بيبقاش مشغلها خالص. طبعا عندي تيست ستاتيك بريشر والحاجات دي كلها، هي الحاجات دي اساسا ريكوايرد، هتطلع مني مع الريبورت بتاع الاليت. انا كده خلصت السيستم داتا، محتاج ايه عشان اكمل الشغل اللي عندي وادخل على المشروع واعمل حسابات ليه؟ هندخل على البايبس داتا من هنا كده، الانتر اور اديت بايب داتا من هنا كده، تمام. بعد ما خلصت البروجكت داتا والسيستم داتا هدخل على البايبس داتا. فتح لي نافذه كبيره اهي، ممكن نكبرها كده ونقول طالب مني كذا حاجه، يعني في هنا الاد بايب، ديليت بايب، سورت بايب، كلير بايب، يعني المارك ان فلو، ان مارك ان فلو نود، السي بي ال دي. طب الحاجات دي يعني انا استخدمها في ايه، او ايه الحاجات دي كلها؟ انا مش فاهم. هو هنا معرف لي او بيتعرف له ان الكل وصلت مواسير، او كل وصلت ماسوره ليها بيجيننج وليها اند. طيب ليها طبعا ده الاساسي، طب ليه ليها بيجيننج وليها اند؟ عشان بعد الاند هتختلف القطر من ماسوره من وصله لوصله تانية. طيب نوع المواسير عندي، الماتيريال طبعا هنا أربعة زي ما احنا مختارناها في سيستم داتا، اللي هي سيملس بلاك ستيل سكيدجول 40. طبعا عندي هنا الديامتر بالانش واللينث بالفيت. طب الحاجات دي كلها داتا المفروض انبوت، يعني انا المفروض ادخلها للبرنامج. اعرفها ازاي بقى الحاجات دي كلها؟ تعالوا نشوف البرنامج الاوتوكاد ونجيب من عليه الاطوال، بس عشان ما يعلقش البرنامج مننا هندخله مثلا نقطة واحد وتحته مثلا نقطة اتنين، وهنقول له النقطة واحد دي مارك ان فلو نود، يعني دي نقطة المضخات اللي عندي او نقطة سحب المضخة عشان البرنامج ما يعلقش. اهو زي احنا كنا لسه بنقول، هو البرنامج بيسيف كل شوية وحده، فعشان ما يعلقش مننا لازم ندخل له نقطة المضخات. دلوقتي هندخل على برنامج الكاد ونشوف الديزاين اللي عندنا اللي احنا عاملينه للايه؟ للمبنى، ونضطر ونعمل له سايز، وبعد السايز نبتدي ندخله على برنامج الاليت. طبعا ده مبنى اهو، انا عملت له ايه التصميم على السريع كده عشان نعمل له على طول الهيدروليك كالكوليشن. طبعا عندي كلها ده نظام، طبعا غرف نوم ومطبخ وسلم وحاجات بسيطه، يعني يعتبر نظام اوتيل فندق، تمام. فانا الموست ريموت اريا بالنسبه للبامب روم اللي هي دي، فين الموست ريموت اريا؟ انا عندي مثلا هنا يبقى الريزر، الريزر داخل من داخل من هنا طبعا الماسوره، وطالع الريزر من المنور اللي هنا اهو، تمام، وطالع هنا 4 بوصه. طبعا السايزنج ده انا عملته على حسب ايه؟ على حسب الجدول ده بتاع البايب سايزنج، على حسب درجه الخطوره اللي عندي، تمام. فانا عملت سايزنج، يعني عملت ان الرشاش واحد بيتشيله ماسوره 1 بوصه، الرشاشين بيتشيلهم ماسوره 1 بوصه، الثلاث رشاشات بيتشيلهم ماسوره 1 وربع بوصه، هكذا الست رشاشات بيتشيلهم ماسوره 1.5 بوصه. فانا عملت سايزنج، انا هبتدي اعمل ايه بقى؟ هبتدي اعمل ترقيم للنودز اللي عندي عشان احسب وصلات المواسير باكترها. طبعا احنا عندنا هنا، انا هنا حاسب عندي صندوق اهو، هدخله معايا في التصميم لما نيجي عنده في الترقيم. اول حاجه هاجي اعمل ايه؟ هاجي اعمل ترقيم، وليكن مثلا تكست، تمام، من هنا تمام، هسمي النقطة دي نقطة رقم واحد، تمام، أسميها بس النقطة رقم واحد. طيب وبعدين النقطة دي هكبيرها وسمي دي 2، تمام. النقطة دي 3 4 5 6، سبعة، تمانية، تسعة، 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 تمام. طبعا احنا عرفنا طبعا ان احنا بعمل نظام اللي هو ايه، بختصر الوقت عشان ما اقعدش انقل كل شويه بكتب الرقم جديد، فانا بغير ارقام بس على طول. فدي واحد هتكون اتنين. طب انا هرك انا اشمعنى يعني عملت ترقيم للجزء ده بس؟ انا طبعا الموست ريموت اريا عندي اللي هو اخر 12 رشاش، فانا لو جيت حسبت اخر 12 رشاش فين هما. تمام، ادي واحد اتنين تلاتة وتلاتة ستة وتلاتة تسعة وتلاتة اتناشر، يبقى هي دي المساحة اللي عندي اللي بيغطيها الرشاش. طب فين الصندوق اللي انا هشتغل عليه؟ وده اخر صندوق اهو اللي انا هشتغل عليه، فهي دي المساحة اللي انا هعمل لها اعمل عليها التصميم، او اللي هي الموست ريموت اريا. الموست ريموت اريا اللي هو ابعد مسار بالنسبة للمضخة. انا هنا طبعا هبتدي ارقم، انا كده كتبت هنا واحد، هبتدي اكتب هنا ده اتنين تمام، ده تلاتة. ليه ما كتبتش دي اربعة؟ النقطة دي ما كتبتهاش اربعة ليه؟ عشان هرجع لها تاني فما تتكررش معايا، فانا هكتب من هنا اربعة تمام، خمسة ستة نفس الامر، مش هكتب دي سبعة، هجيب من فوق من الاخر هكتب دي سبعة تمام، تمانية تسعة عشرة نفس الحوار، حداشر اتناشر تلتاشر اهي اربعتاشر خمستاشر. لا دي مش هكتبها خمستاشر لان دي تفريعة. تفريعة ايه عندي؟ دي تفريعة الصندوق، فانا هكتب هنا خمستاشر تمام. طبعا الصندوق احنا كده ماشيين في فين؟ في يعني الصندوق الماسورة بتاعته جاية من السقف، جاية من الريزر من السقف ونازلة له هنا على ايه؟ على الستاند وايب. طيب يبقى خمستاشر ودي كمان ايه؟ ستاشر تمام، خليها هنا في الناحية تمام، ورايح طبعا ليه؟ ل17 هنا تمام، ودخل على الرايزر من هنا 18 تمام. وطبعا الرايزر نازل لتحت يعني ده فوق في الدور الأول مثلا أو في الدور الثاني، وفي نقطة تحت بتقابل الرايزر، يبقى ايه؟ 19 تمام. انا كده خلصت لحد الرايزر. طب بعدين عندي هنا اهو النقطة اللي بتقابل الرايزر من هنا، بقى خدنا على الماسورة اللي تحت الارض اهي. هنا كده هضطر اكتب 20 20 تمام، عندي دي 21 طبعا مسافة كبيرة، هنا 22 هنا 23 تمام. يبقى تعالى نغير الأرقام دي ل23 22 تمام، عندي دي 21 وعندي دي 20. انا كده عملت يعني كده عملت ترقيم لكل المواصلات المواسير اللي انا هبتدي ادخلها للبرنامج تمام. بس نغير اللون ده عشان ما نتلخبطش فيه، نخليه مثلا اصفر تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي ادخل له الارقام بتاعت المواسير دي على البرنامج، يعني هدخل له الوصله من واحد لاتنين، والوصله من اتنين لتلاته، والوصله من تلاته لاربعه. هتقول لي فين من تلاته لاربعه؟ هقول لك الوصله اللي هي دي،
تمام، وواصلة من 4 لـ5، والخمسة واصلة من 5 لـ6، وواصلة من 6 لـ7، ومن 7 لـ8، ومن 8 لـ9، ومن 9 لـ10، ومن 10 لـ11، لحد فين؟ لحد ما اوصل للمضخات. تعالوا نشوف البرنامج وندخل له البايبس اللي عندي دي. انا عملت من 1 لـ2، هعمل ايه؟ من 2 لـ3، من 3 لـ4، من 4 لـ5، من 5 لـ6، من 6 لـ7، من 7 ده انا عندي هنا دخلت من 6 لـ7، ادخل من 7 لـ8، تمام، من 8 لـ9، من 9 لـ10، من 10 لـ11، من 11 لـ12، من 12 لـ13، من 13 لـ14، من 14 لـ15، من 15 لـ16. في غلطة طبعا، هو بيقول لي هنا ايه اهو الغلطة اهي، انا عندي هنا من 11 لـ12، من 12 لـ13، يعني من 13 لـ14، ودي 14 تنزل لـ15، و15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. في غلطة تانية اهي، واحد بيتسرع وبيكتب، فانت بالراحة عشان ما تغلطش في ايه في مواسير. هو كده كده هيقول لك ان في ايه خطأ. انا عندي هنا من 16 ل 17، 17 ل 18، من 18 ل 19، من 19 ل 20، من 20 ل 21، من 21 ل 22، من 22 ل 23. عندي هنا طبعا مستيك، يعني من 20 ل 21، من 21 ل 22، من 22 ل 23، واظن ان دي اخر نقطة عندها. ممكن ادخل المارك ان فلو نود، تمام، يعني اعمل لها هي نقطة ايه المضخة، تمام، لان انا ما عنديش نقطة عليها المضخة. عندنا الواحد ده، الواحد ده عنده رشاش، فانا هعمل اجي عند الواحد واعمل ان مارك ان فلو نود، تمام، واجي عند 23 اللي هي نقطة المضخة، تمام، واعمل ايه مارك ان فلو نود، تمام. هبتدي اشوف ايه تاني. انا كده دخلت وصلات المواسير، يعني كده دخلت وصلات، ادخل ايه تاني؟ هو هنا بيقول لي الماتيريال واللوس بالبي اس اي، يعني انا دخلت له نوع الماتيريال، هو طبعا هيجيب لي ايه اللوسس بالبي اس اي. وبيقول لي هنا دخل الديامتر بالانش والطول بالفيت، تمام. هنخلينا الاول ندخل ايه الديامتر بالانش. بيقول لي الوصله من 1 لـ2، الوصلة من 1 لـ2 قطرها كام؟ فأنا هاجي هنا على الأوتوكاد أهو، الوصلة من 1 لـ2 قطرها 1 بوصة، تمام، يبقى أنا هاجي أكتب هنا 1 بوصة، 1 هو طبعا قال لي إنش فمش لازم أكتب بوصة، تمام. من 2 لـ3 كام؟ برضو 1 بوصة. طيب من 3 لـ4، تعالى نشوف من 3 لـ4، 1 2، ومن 2 لـ3، ومن 3 لـ4 1 وربع، تمام، 1 وربع بوصة. من 4 لـ5 1 بوصة، ومن 5 لـ6 1 بوصة، ومن 6 لـ7 1 وربع. تعالوا نتأكد، لا انا عندي هنا من 5 لـ6 1 بوصة، ومن 6 لـ7 1.5 بوصة، تمام، 1.5 بوصة. عندي هنا من 7 لـ8 1 بوصة، من 8 لـ9 1 بوصة، من 9 لـ10 1.25 بوصة. تعالوا نتأكد، من 9 لـ10 1.25،
من 10 لـ11، من 11 لـ12، 1 1 وربع. تمام، من 10 1، ودي 1 وربع. تمام، وعندي هنا من 12 لـ13 كام؟ من 12 لـ13 1.5، ومن 13 لـ14 2، 1.5، ودي 2. هنشوف من 14 لـ15 كام؟ من 14 لـ15 هي نقطة الصندوق، اتنين ونص. ومن 15 لـ16 كام؟ انهي نقطة 15 لـ16؟ اللي هي من 15 تحت، 2.5 برضو. ومن 16 لـ17، ادي 16 لـ17 2.5. ومن 17 لـ18 4.5. ليه 4.5؟ تعالوا نشوف اهو. احنا هنا عندنا، هنا الدنيا دخلت في بعضها شوية بس مش مشكلة اهو. تمام، ده بتاع الريزر وده بتاع الريزر من تحت، خليه على الجنب ده. تمام، انا عندي هنا الفرع ده جاي 2 بوصة، وجاي من هنا 3.5 بوصة على التوزيع اللي على الشمال ده، فكل ده هيشيل كتير طبعا. فجاي 3.5 بوصة، وده 2.5 بوصة، والصندوق رايح له 2.5 بوصة، فانا الرايزر طالع عندي هنا اساسا كام؟ 4 بوصة، فنازل 4 بوصة، يعني هو طالع من تحت 4 بوصة. فانا عندي من 18 لـ19، من 17 لـ18 4 بوصة، ومن 18 لـ19 4 بوصة، وهيكمل 4 بوصة لحد الايه؟ لحد الاخر. تمام، ادي 4 بوصة، هيكمل 4 4 4 4 بوصة. تمام، انا كده دخلت ايه، ممكن اعمل سيف عشان ما يقفلش مني او يفصل. تمام، انا كده دخلت ايه، دخلت اقطار المواسير واطوال المواسير، دخلت المواسير نفسها ودخلت اقطارها، لسه ما دخلتش اطوالها. يعني ايه اطوالها؟ يعني انا عندي الماسوره من 1 لـ2 قطرها كام؟ قطرها 1 بوصة. طب طولها كام بالفيت؟ اجي اقيسها من هنا. تمام، من الاوتوكاد اهو على طول عملت دايمنشن وهقيس من هنا لهنا. كام دي؟ 9 فيت و17. انا طبعا هنا رسم بالفيت عشان اخد الارقام وانزلها في البرنامج على طول. طب انا لو عايز ارسم بالمتر واكتب بالمتر هعمل ايه؟ هي هنا 9 فيت و17. تمام، من 100، يبقى هاجي هنا واكتب هنا 9 و17. لو كنت عايز ادخلها بالمتر، لو عملت هنا كونفرت ودخلت من الفيت للمتر، 9 و17 تطلع لي كام؟ 2 متر و7 سنتي، او 2 متر و8 سنتي، 2.80 يعني. طيب 2.80 لو جيت هنا دخلت هنا عملتها بالمتر كده، هلاقيها كام؟ 2.80. يبقى انا كده شغلي سيان، ما يفرقش هنا زي هنا، بس طبعا دي حاجة بتفرق في راحتك انت وانت شغال. انا هنا لو عايز ادخلها بالفيت اهي، تمام، كام؟ 9 متر و2 من 10، 9 فيت و2 من 10. طب انا لو عايز ادخلها بالمتر اهي، 82 سنتي، 2 متر و80 سنتي. فانا طبعا انا هنا رسم بالفيت، فانا ادخلها بالفيت. هفضل احسب الاطوال كلها اللي عندي، يعني عندي مثلا طبعا انا عندي مسافة كده بين الرشاشين في الاتجاه ده 9 و17 من 100، فانا اللي بعده برضو 9 و17 من 100. تمام اهو، اللي هي دي
تسعة واتنين، تمام. من تلاتة لأربعة كام؟ أدي من تلاتة لأربعة اللي هي الوصلة دي، تعالوا نقيسها أهي، دي 15 فيت يعني 16 فيت أهي. لا 16 فيت، تمام. عشان الوقت انا هوقف الفيديو وهكمل الاطوال وبعدين نرجع تاني، تمام. تمام، رجعنا تاني للبرنامج. انا كده دخلت عندي الاقطار، اول حاجة دخلت الوصلات المواسير كلها من واحد لاتنين، اتنين لتلاتة لهكذا لحد اخر نقطة، وبعدين دخلت اقطار المواسير على الوصلات اللي عندي، يعني الوصلة من واحد لاتنين قطرها 1 بوصة طولها 9.2 فيت، تمام. تالت حاجة طبعا لحد اخر نقطة، تالت حاجة هدخل الكي فاكتور لكل الرشاشات اللي عندي. طبعا انا عارف النقطة اللي فيها رشاش والنقطة اللي مفيهاش رشاش، وليكن عندي اهو على برنامج الكاد عندي نقطة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 فيهم رشاشات، نقطة 13 مفيهاش رشاش، يبقى عندي نقطة 13 مش هكتب الكي فاكتور او هعمله بزيرو، تمام. يبقى عندي من واحد هعمله 5 و6، تمام، 2 5 و6، 3 5 و6، 4 5 و6، 5 5 و6، 6 5 و6، 7 5 و6، 8 5 و6، 9 5 و6، 8 9 10 5 و6، 11 5 و6، 12 5 و6، 13 0. ليه 13 0؟ لان انا ما عنديش هنا رشاش، النقطة 13 ما عنديش رشاش، 14 كذلك، 15 كذلك، 16 لحد الاخر ما عنديش رشاشات. طبعا عندي هنا حاجة، انا عندي هنا الرايزر بدأ من هنا بنقطة 18 ونزل تحت 19، تمام. انا كنت مزود تحت هنا نقطة، كنت كاتب هنا 20 وهنا 21، طبعا هو الصح ان هي هنا نقطة واحدة اللي هي 20، وعندي هنا النقطة دي 21، ونقطة المضخة نقطة دخول المضخة تعتبر نقطة 22، عشان بس ما تختلفش مع حد منكم، تمام. انا كده عملت ايه؟ عملت السايز، عملت دخلت اطوال المواسير، دخلت اكتر المواسير، ناقصني ادخل حاجة تاني اللي هي الارتفاع. ارتفاع الدور كام؟ انا عندي الدور ده الدور الاول، يعني ارتفاعه 3.5 متر او 3 متر على حسب ما المعماري قايل لي. فانا هنا طبعا هدخل له السبرينكلر الليفيشن كله كام؟ 3 متر. طب 3 متر اللي هي كام هنا بالفيت؟ ممكن ادخلها بالفيت وممكن ادخلها بالمتر، تمام. انا هدخلها بالفيت لان انا شغال كله ايه؟ بالفيت. 3 متر، يبقى عندي تطلع بالفيت كام؟ 3 متر، تطلع لي بالفيت 10 فيت، تمام. يبقى انا كده هدخل سبرينكلر 10 10، تمام. لحد نقطة كام؟ لحد نقطة 18. طب لحد نقطة 19، نقطة 19 اللي هي دي، فين 19؟ اهي انا 18 عندي فوق اللي هي بداية الرايزر. طب 19 ده انا عندي تحت عندي زيرو ليفل، تمام، كويس. طب عندي 20، عندي 20 دي تحت الارض وليكن بنص متر، فانا هكتب 20 سالب نص متر،
نص متر اللي هي كام؟ اللي هي 1.5 فيت. تمام. طبعا كله نفس الايه الاليفيشن لحد دخول المضخة. تمام. انا كده ممكن اعمل سيف عشان ما يبص مني تاني. انا شغال تمام. انا كده دخلت ايه، دخلت اطوار المواسير، الوصلات نفسها اكترها، وطبعا دخلت الستاندرد ماتيريال بتاعتها، ودخلت الارتفاع لكل رشاش عن الارض. طيب ناقصني ايه تاني؟ هنا بيقول لي البريشر استاتيك بالبي اس اي، والسبرينكلر اريا بالفيت سكوير، والسبرينكلر جراب. الحاجات دي كلها هو هيطلعها لي مع النتيجة اللي انا هحسبها. بس في حاجة انا ما دخلتهاش، انا عندي ان انا لازم اخد بالي من على رسمة الاوتوكاد من الفيتنج اللي عندي. يعني انا عندي مثلا نقطة 20 ونقطة 21، دول فيهم فيتنج اهم، اللي هما فيهم الايه الالبو او الكوع. تمام. عندي ايه تاني؟ عندي نقطة 3، كوع 6، 13، 9. تمام. ونقطة 14. كل الكلام ده الكروس هنكتبه كروس، والتي هنكتبه تي، والكوع هنكتبه كوع. يبقى انا عارف دلوقتي ان عندي 3 و6، عندي 3 و9 و21 و22، دول ايه كوع. يبقى 3 نقطة 3 21 و22. تمام. ادي 21 اهي، هعملها هنا ايه الستاندرد فيتنج بتاعتها كوع اي. تمام. طيب 20 هدخله برضو من هنا ستاندرد فيتنج اي. طيب عندي ايه تاني؟ انا عندي 3 و6 كوع. تمام. ادي النقطة 3، طبعا ما ينفعش ادخلها من الاند، ادخلها من حاجة بيجيننج ليها. ادي سوري مش دي اهي، استنى فيتنج اي. عندي ايه تاني؟ النقطة رقم 6 اي. تمام. عندي ايه تاني هنا؟ انا عندي هنا في الكاد على الرسمة عندي رقم 12 و13 و6 تي مش كوع. تمام. يبقى 6 12 13 14 17، كل ده تي. يبقى 6 عندي ايه تي، الكروس عندي اللي هو التي برضو، يعني هنا في البرنامج تي. عندي هنا 12 و13 و17، ادي 12 اهي تي، وعندي 14 تي، وعندي 17 من البيجيننج بتاعتها اهي تي، و18 18 اللي هي النقطة اللي نازلة اللي تحت دي بتبقى ايه كوع. ولو مكملة فوق هتبقى تي، فانا هخليها تي. تمام. عندي النقطة 19 من تحت كوع. تمام. وطبعا النقطة 20 احنا ندخلها 21 وكذلك 22. انا كده دخلت ايه الستاندرد فيتنج بتاعت الشبكه اللي عندي. طبعا لو عندي محابس هضيفها على الشبكه، والحاجات دي طبعا ايه يعني كل ما تدخل حاجه هتعلي معاك من الفريكشن لوسز، ومن الايه من البريشر لوس اللي هو الاتش لوسز. تمام. انا كده بعد عملت البايب داتا دي كلها هعمل ايه؟ هضطر ادخل هنا لحساباتي بقى، هعمل الحسابات. طبعا لو مش مدخل دخلة المضخة لو مش موضحها له هيطلبها مني، فانا هعمل كالكوليشن. تمام. دخلني هنا على كالكوليشن، بيقول لي اول حاجة هنا كالكوليشن مود ديماند ريزيدوال بريشر. يعني انت عندك هنا مضخات هتجيبها من البداية، ولا عندك يعني مصدر
هتكمل عليه او هتاخد وصلة منه وتشغل النظام الحريق اللي انت عامله. فانا هقول له طبعا انا عندي هنا النظام ايه ديماند، يعني لسه هعمله من البداية. بيقول لي طب الريزيديوال بريشر في ابعد نقطة، يعني عايز الضغط المتوقع في ابعد نقطة، في ابعد نقطة كام؟ انا هقول له انا عايزها 14.5 PSI. تمام. طب عندك الكثافة، طبعا احنا دخلناها على حسب درجة الخطورة، و15%. بيقول لي هنا عندي المينيمم نودل بريشر، ده رقم ثابت احنا هنا بنكتبه 5/10، وبنخلي الرقم ده 1 والرقم اللي تحت منه 1، ولو اختلفوا او عندي البريشر عالي بخليهم 5 و5. تمام. هبتدي اعمل كالكوليت للنظام اللي عندي. بيقول لي ان فلو نود 22 should only have one pipe section connected to it، يعني رقم 22 لازم يكون في مكان واحد بس هو المتصل ب 22. انا عندي هنا مزود، يعني انا عامل لها beginning ومش عامل لها ايه، مش عامل لها end. فانا هحذف دي، تمام، وهخلي دي اعمل لها الاول mark in flow node unmark. اخلي دي مارك رقم 22، وهبتدي اعمل كالكوليشن تاني. الحاجات اللي دخلتها ثابته، وهبتدي اعمل كالكوليت. وطبعا بيقول لي ان النقطه رقم 22 مكتوب فيها نقطه صفر، وانت عندك الارقام من يعني الارقام من 1 ل 999، فانا طبعا هنحذف الصفر ده ومش هيبقى فيه اي مشكله. تمام. طبعا هنا انا ما دخلتلوش او ما عرفتوش فين نقطة الكابينة اللي عندي، فانا لو جيت هنا على الاوتوكاد تاني في النقطة دي هعرف ان هي عند نقطة 15. فانا دخله عند نقطة 15 في البايب داتا او البايبس داتا اللي هي دي في النقطة 15. تمام. هنا كده في حاجة اسمها نان سبرينكلر فلو اهي، يعني الفلو اللي مش جاي من السبرينكلر كام هنا؟ انا عندي في نقطة 15 عندي هنا 100 GBm، تمام، اللي هي بتاعة الكابينة عشان يعمل حساباتها في ال في الفلو. طبعا بعد ما دخلت البايبس داتا والبروجكت داتا وكل حاجة، طبعا هاجي هنا كده اللي بيقول لي الماكسيمم سبيد، اللي الماكسيمم الووتر فيلوسيتي، يعني اقصى سرعه للمائع اللي عندك اللي هو الميه. طبعا دي بتتراوح ما بين 10 يعني ابروفد 15، مفيش مشكله. تمام. عندنا الفريكشن لوسز بير 100 فيت اوف بايب، يعني اقصى دروب فريكشن لوسز في كل 100 فيت. طبعا احنا عندنا معلومة بتقول ان لكل 100 متر، مش فيت، لكل 100 متر افقي بيحصل دروب 1 بار. تمام. فيكون لكل 100 فيت بيحصل دروب كام بار؟ بيحصل دروب حوالي 4.5 بار، 4.5 PSI. تمام. اللي هي حوالي 3/10 بار. وانا هبتدي اعمل كالكوليت. تمام. هو طلع لي هنا طبعا الماكسيمم فلو اللي هو 546 GBm، وعندي طلع لي البي اس اي 121 PSI. طبعا ده الديماند ريزيديوال بريشر، يعني ده اخر ضغط، اقصى ضغط للشبكة. تمام. عندي هنا الريزيديوال بريشر في اخر الشبكة كام؟ عندي هنا قريب من 12 بار، يعني كويس. عندي طبعا انا بحسب هنا عدد اكتر عدد المواسير اللي عندي 21 ماسوره، بحسب على اخر 12 رشاش. عندي هنا ابعد السبرينكلر اللي هو نقطه رقم 1، اللي هو ابعد سبرينكلر اللي هو نقطه رقم 1 اللي هو ده. تمام. اللي النقطه دي طبعا دي الحساب بتاعتها. عندي تاني بيقول لي هنا الماكسيمم فيلوستي، يعني السرعه، اقصى سرعه عندك في الماسوره رقم 5 من 5 ل 6، طبعا دي 41 فيت بيت سكند، يعني حاجة كبيرة. طبعا لو عايز اقللها شوية هروح اغير قطر الماسورة اخليه اكبر من كده. طبعا دي حاجة بتفرق معايا في الايه، في البريشر، لان انا كل ما قطر الماسورة زاد، كل ما الفريكشن قل، كل ما الضغط قل. تمام. فانا كده وصلت لاخر عندي اللي انا عايزه، اللي هو الديماند كيو والبريشر اللي عندي. هبتدي اعمل سيلكشن للمضخه على البيانات اللي عندي دي. انا ممكن اعمل الاول طباعه لتقارير
الريبورت بتاع الاليت من على علامة البرنت دي، تمام اوكي. طبعا هيجيب لي البيانات اللي انا دخلتها كلها، سواء كانت من السيستم داتا او من، ممكن نعمل هنا كده على الديسك توب نسميه مثلا ايه، السلام، تمام. وكده بيعمل له ريبورت، هيجيب لي كل الداتا اللي انا دخلتها سواء من البروجكت داتا او السيستم داتا او البايبس داتا، كل ده طبعا، تمام. طبعا ده التقرير اللي خرج لي من برنامج الايديت. طبعا اسم المشروع، طبعا احنا مسمينه السلام سيتي، طبعا اسم الشركة، اسم المقاول يعتبر الهدى، الهدى للمقاولات، طبعا المهندس المصمم المهندس طه، شركة النور طبعا، وده تاريخ. الحاجات دي كلها كانت في البروجكت داتا عندي. طبعا هنا السيستم داتا اللي انا كنت مدخلها، يعني طبعا الحاجات دي الجنرال داتا عندي البروجكت داتا. بيقول لي هنا ان المساحة اللي بيغطيها الرشاش 120 فيت سكوير، عندي قيمة الكي فاكتور عندي 5.65%، عندي طبعا الانسايد هوز ستريم اللي هي الكابينة الداخلية بتاخد 100 جي بي ام، وعندي الكابينة الخارجية اهي، يعني دي الكابينة الداخلية ودي الكابينة الخارجية بتاخد 250 جي بي ام، عندي البايب ماتيريال سكيدجول 40 بلاك سيمس بلاك ستيل، عندي الماكسيمم اريا بالسبرينكلر 130 فيت سكوير، عندي طبعا التمبريتشر ريتنج كام 155. عايز اشوف قدرة المضخات والفلو والجي بي ام اللي انا هعمل بيهم سيليكشن للمضخة. طبعا عندي هنا بيقول لي الكالكوليتد سيستم فلو ريت عندي 546 جالون بير مينت، وعندي هنا الريزيدوال بريشر 121 بي اس اي، يعني انا دلوقتي الضغط الشبكة دي عندي لو حبيت احوله للبار عندي هي 121 بي اس اي، حوالي 8.5 بار، يعني الشبكة كده معقولة لان طبعا النظام مش كبير قوي وكده، طبعا كله تمام. طبعا بيقول لي هنا المينيمم ريزيدوال بريشر في اخر نقطة، في ابعد نقطة اللي ما تقلش الضغط عن كام، عن نص بار، اللي هي 7 بي اس اي. وطبعا السرعة زي ما احنا محددناها هنا اللي هي 15 فيت بير سكند، وعندنا هنا طبعا النمبر اوف اكتيف نودز 22، وعندنا 21 ماسورة، وبحسب على اخر 12 رشاش. طبعا كل الداتا دي اللي احنا دخلناها، وطبعا الكثافه زي ما احنا دخلناها برضو 15% على حسب درجه الخطوره اللي عندي. تعالوا بقى نشوف ازاي هنعمل سيلكت للمضخه، حجم التانك المطلوب لتغطيه هذا النظام. كده بعد ما عرفت عندي الفلو والهيد المطلوبين اللي هم الكيو والاتش المطلوب عندي عشان اعرف قدره المضخات ايه، قدره المضخه اللي عندي اللي هجيبها في النظام ايه. طبعا دي صوره بتوضح نظام المضخات عندي. طبعا دي الكتريكال بامب، وعندي هنا المفروض الديزل بامب، ولا غنى طبعا عن الجوكي بامب. ازاي اعرف ان البامب اللي عندي فاير بامب وليست دوميستيك بامب او بامب عاديه؟ الشروط الواجب توفرها عند اختيار مضخات الحريق: تحقيق الفلو ريت والهيد المطلوبان. يعني اول حاجه بنشوف هي فعلا انا عندي مثلا محقق مثلا 1000 جي بي ام و 150 بي اس اي، هل الترومبه اللي عندي دي بتحقق الشروط دي ولا مش بتحققهم؟ ده اول شرط. الشرط الثاني بيقول لي ان لما الفلو يزيد بمقدار 150% ما ينفعش الضغط يقل عن 65% من قيمة الضغط الاصلي. يعني ايه؟ زي ما احنا شايفين هنا على الشرط ده ان ده الفلو الكيو، بيقول لي لما الكيو تكون 150% تمام الضغط لا يقل عن 65% من قيمته الاصلي، تمام. والشرط الثالث بيقول لي عند الزيرو فلو، يعني يعتبر كده ما فيش فلو، يعني المحبس مغلق او مقفول، البامب اللي عندي تعمل شات اوف هيد عند 140% من قيمه ايه الهيد او الضغط. شات اوف هيد يعني هتعمل اوف شات اوف تلقائي، لكن لما يوصل الضغط عند 140% من قيمه الضغط الاصلي. فالثلاث شروط اهم عشان اعرف بيهم المضخه دي مضخه فاير ولا مش مضخه فاير. الشرط الاول ان يتحقق الفلو والهيد المطلوبين عندي. الشرط الثاني ان لما يزيد الفلو بمقدار 150% الضغط لا يقل عن 65% من قيمته الاصلي.
وعند زيرو فلو يحدث شات اوف هيد عند 140% من قيمة الضغط للمضخة. عندي طبعا في اختيار المضخة اختارها بالكيو والاتش، فانا عندي الكيو هنا عندي ستاندرد، يعني عندي مثلا مضخة 450 500 جي بي ام 750 جي بي ام. طبعا احنا عندنا هنا في ريبورت اللي خارج من الاليت عندي الفلو، عندي الفلو 546 جي بي ام، وعندي البريشر 121 بي اس اي. فهل انا هلاقي جي بي ام 546؟ هنا بيقول لي ايه، انا عندي 500 تمام، وعندي الاعلى من 500 750. اخد 700 500 ولا اخد 750؟ فانا هضطر اخد الاعلى حتى هتكون عندي يعني ايه سيف اكتر. تمام، طب ايه الحاجات التانية دي؟ بيقول لي ان عندي لما الترومبه تكون 750 جي بي ام، السكشن لاين هيكون 6 بوصه، ودي ستشارج لاين 6 بوصه، الريليف فالف بتاعها 4 بوصه تمام، وعندي الميتر ديفايس هيكون 5 بوصه. الميتر ديفايس اللي هو الفلو ميتر اللي بعمل عليه التيست للمضخات. طبعا لا غنى لجوكي بامب في هذا النظام. الجوكي بامب بتكون ترومبه عاديه طبعا كهربا، بيكون الفلو بتاعها بيكون 1% من قيمة الفلو اصلي، يعني لو عندي الفلو توتال الفلو عندي 1000 جي بي ام، بتكون هي شغالة بتشتغل بتدي 10 جي بي ام. طبعا هي بتعوض فرق بسيط في الضغط او فقد بسيط في الضغط، وايه وقليلة طبعا في الفلو. طب عندي البريشر بتاعها بيكون قد ايه؟ بيقول لي الجوكي بامب بريشر الفاير بامب ريتنج، يعني لو هي 100 بي اس اي هي طبعا بتاخد 10%، بتكون نسبتها 110% من قيمة الضغط بتاعة الترومبة الالكتريك. تمام، عايز احسب حجم التانك. حجم التانك بيعتمد اعتماد كلي على كمية الفلو الخارجة من البمب. يعني ايه؟ يعني عندي اساسا الكيو بمب بتساوي الكيو سبرينكلر زائد الكيو فاير هوز كابينت زائد الكيو فاير هيدرانت، يعني توتال فلو اللي خارج من البمب اضربه في الزمن اللي هيحدث فيه الحريق على حسب نوع الخطورة بتاعة الحريق. يعني عندي مثلا في اللايت هازارد زمن الخطورة من 30 ل 60، والاوردينري هازارد من 60 ل 90، والاكسترا هازارد بتساوي بتكون من 90 ل 120. وانا طبعا ما ينفعش اخد اقول من 30 ل 60، فانا طبعا بحسب على الورست كيس، يعني على الحالة الاسوأ تمام. فانا عندي الفي ووتر للتانك اللي هي فوليوم اوف تانك بتساوي الكيو بامب في التي هازارد مضروبة 3.785 على 1000، بيديني حجم المية بالمتر المكعب. تمام، اشوف شكل التانك وتصميمه. شكل التانك طبعا بيكون زي ما احنا شايفين كده، مكوناته كده. تعال نشوف من تحت لفوق. من هنا كده عندي طبعا ده وصلة الدرين، عندي 2 درين تمام، متركب عليهم جيت فالف. عندي طبعا السبلاي لاين هو اللي بيدي او بيزود المية، بيزود الميه في التانك تمام. عندي دي الفلويد كنترول، يعني نظام عوامه او حاجه بتعمل شات اوف للسبلاي لاين لما التانك يتملي الحجم اللي انا عايزه تمام. عندي طبعا دي السكشن لاين بتاع البامب، وطبعا دي الفورتكس بليت عشان تمنع الدوامات في الميه وما تدخلش فيها اي فقاعات هواء وتعمل كسر للريش او تعمل اي حاجه. عندي طبعا في حاجه اسمها اوفر فلو اللي هو اوفر فلو تانك اهو، يعني لما الميه بتوصل هنا طبعا ده بيودي على الدرين على طول تمام. في طبعا بيقول ان ممكن نعمل الدرين من تحت التانك بحوالي مثلا 50 سنتي، يعني نعمل بيكون منسوب جزء الدرين اسفل الخزان بحوالي 50 سنتي طبعا عشان يعمل درين لكل التانك، ما يسيبش اي رواسب او اي ميه في التانك في وقت الصيانه. وطبعا لما التانك يكون كبير يستحسن ان احنا نعمله اتنين عشان النظام ما يقفش خالص، بحيث ان انا لو بعمل صيانه لتانك يكون في تانك عندي فيه ميه تقدر تعوض المنسوب اللي عندي بتاع الحريق. طبعا ده شكل تاني لشكل التانك. طبعا عندي هنا ده حجم التانك كله. بيقول لي طبعا لازم يكون في عندي جزء الفنت طبعا ما يقلش عن 50% تمام، يعني 50 سنتي، يعني من 50 ل 60 70 مفيش مشاكل. طبعا دي هول الفنت هول اللي بتخرج وتدخل الهواء عشان يكون فيه بريشر تمام. وعندي هنا الاوفر فلو اللي احنا قلنا عليها طبعا بتطلع على الدرين، وعندي هنا الدرين، عندي هنا طبعا البامب سكشن والميكا بوتر. دي حاجه يعني لما الميه الميكا بوتر دي
لما المية مستوى المية يقل عن الميكا ووتر، طبعا في هنا ايه محبس يتفتح على طول ويزود التانك عشان يحافظ على منسوب المية. وبكده اكون حددت حجم المية اللي في الخزان، وبكده اكون عرفت حجم الخزان. هو ده اخر مكون للووتر فير فايتنج سيستم. اتمنى اكون افدتكم في المحاضرة دي، والقاكم في محاضرة جاية ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.